بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. قبل ما أبدأ هذه الحلقة أرجو من حضراتكم وكل اللي بيتفرج على هذه الحلقة قراءة الفاتحة للوزير ونائب رئيس النادي الأهلي العمري فاروق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذا الرجل هو واحد من خيرة الناس وخيرة الأهلوية. خلال الفترة السابقة يمكن السنة الأخيرة كنت اقتربت جدا من الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي الله يرحمه، كان مهموم بشغله وحبه للنادي الأهلي، كان مهموم دائما بكيفية حل القضايا الداخلية والخارجية. دائما زي ما حضراتكم عارفين دائما بيكون هناك اختلافات في وجهات النظر، كان دائما العمري فاروق كان صاحب على الترابيزة، يعني أقصد في أي مجلس إدارة في العالم بيبقى دائما اختلافات في وجهات النظر، دائما العمري فاروق كان هو صاحب التقريب في وجهات النظر دائما يعني، وبالتالي كان مهموما بشيء واحد وهو حبه للنادي الأهلي وحبه لكل جماهير النادي الأهلي. عايز الحقيقة أقدم خالص العزاء إلى كل جماهير النادي الأهلي وأسرة الرياضة المصرية في وفاة السيد الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق. زي ما حضراتكم عارفين يوم الجمعة اللي فات وفاته المنية، وأقيمت مراسم العزاء بالأمس في مسجد المشير طنطاوي. الحقيقة رجل رحل عن عالمنا، ولكن واحد من رموز الرياضة المصرية وأيقونة للقلعة الحمراء وتاريخ طويل. هو الوزير العمري كان 52-53 سنة، ولكن تاريخ طويل في مساهمته ومساهمات كبيرة جدا في الرياضة المصرية وخصوصا مع النادي الأهلي. امبارح الحقيقة أنا كنت في العزاء من أوله لآخره، شفت حزن الناس كلها على هذا الرجل وجميع الفئات، أطياف المجتمع من أصغرها لأكبرها أو من أكبرها لأصغرها. الفقيد كان بيتمتع بحب الجميع. الوزير العمري كان واحد من الناس اللي بتعتمد عليها أو اللي النادي الأهلي بيعتمد عليها. الحقيقة رحل عن عالمنا بالفعل، ولكن سيظل وهيفضل دايما في قلوبنا. الوزير العمري هيفضل دايما في قلوبنا.